ساتجه يعني ربما بعبارات مواساة لضحايا فضايا فيضانات مدينة قلميم الغالية إن الله وإن إليه راجعون حتى المفقودين لحد الساعة نتمنى الفرج لأهلهم وذويهم وعودتهم أيضا سالمين غانمين أما من رحلوا عنا لدار البقاء فإن الله وإن إليه راجعون وبإذن الله ربي يفرج الهم والغم بالفعل تعازينا أن الضحايا الفيضانات ثم تعازينا أيضا كتمشي للطارق العبيدي المهاجر اللي مقيم بلجيكا ثم بداعي التاخير للبطوله الافريقيه فوصل الجثمان ديالو المطار محمد الخامس ان لله وانا اليه راجعون والتعازي مره اخرى لضحايا الفظاعن ميم وخاصة واد المدارت في هذه المناسبه ان لله وانا الى راجعون